السلام عليكم نوتيلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ المهم نخلعكم معيات، كلشي مزيان. كنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو ديال اليوم بصحة وعافية، ربي وأمن وأمان يا رب، ودوام الابتسامة عليكم وعلى عائلتكم يا ربي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد وبلوج جديد وأحداث جديدة على القناة. اليوم نكملوا الروينة اللي بدينا بطبيعة الحال في الفيديو اللي فات. كان الشتا، دابا الحمد لله جات عاوتاني الشمشة، غنعمر هذا الشيء أكيد. غادي الخدمه هذه غنخليها للسي عبد الله هو اللي غادي يكمل هذا الشيء، وانا غنوض غنصايب حاجه اخرى حيت اليوم غادي نخمل البيت نعس. الوغ كو غنخلي ليه يكمل هذه الرويله هذه اللي كتشوفوا، انا عمر المخاد وغنمشي انا نخمل البيت نعس، نخرج كل شيء وغنشوف. المهم غنحاول نصور لكم، وباش اليوم ان شاء الله غنفرشوا الصالون وغنتبعوا معنا. سالي طبقت يا خدي لكل هاس وطيح لي هاد الروينة هادي. يلاه تنصايب هاد البيفان ديال عادي اللي كيتفرج فيهم، اللي كيتفرج بيهم في التلفازة، كيدير دوك الأفلام ديال هارتر ديال أكشن. كنرد لي هاد البيفان هنايا في القناة الفوق. يلاه صايب جوج، باقي لي جوج لهاد الشي وصافي، وغنعاود تشفيفة الأرض ملي غنسالي هاد الشي هدا، وغنقاد واحد البلاكار حالته حالة وغنفرش ان شاء الله. واخيرا دابا ساليت من بيت النعاس، رديت هاد الكوموند البلاصتها هنايا، حطيت لي بارفان ديالنا اللي كنستعملو حاليا. كنبغيش نحط كلشي هنايا حيت ما اللي كنستعملوها هي اللي كنحطوها هنايا. مهم هنايا الأنسة ماما، الأنسة ماما كتصايب غتعجن لنا مخيمات ايه كمان سمعنا ان شاء الله. شنو هو مرحبا بكم عندنا. المهم قالت لكم مرحبا بكم هي تعجن مخيمات وانتم معنا. مهم هي ماما ومخيمراتها. عندك تحرق يدك يا بابا. هيا هنايا حطيت المخمارة الثانية، وهنايا طيبات وحيدة، وباقي لي باقي لها جوج. وانا هنايا وجدت هنايا القطبان، غادي نصايبهم دابا فافد المارشي يسميهم، وهانتوما معنا. المهم هنا دابا حطينا هنايا هاد القطيبات هادو غناكلوهم، وعاد ديك الساعة غادي نحط الوضع. انا وجدت غير شي حاجة خفيفة للوضع، وحلات لي الهضرة. مهم انا يلاه جيت من الزنقه، كملت هنايا بعدا هو الاول. ها هو السويلين، خديت كلشي بحال هكا، بقى واحد المنطه تما منصوره بحال هكا. خديت كلشي وخرجت تسخرت، وغنعاود نخرج. شوف اختكم لابسه جليليبتها كتجري، غنعاود نخرج للسويقه غنشوف واش لقيت. حيت اليوم كيف ما كتعرفوا هاد راس العام، راس السنه الهجريه، غنمشي نشوف الا لقينا شي حليوات ولا شي حاجه كتباع بحال هكا. وانتم معايا اللي خديتها، رانا نجي نوريها لكم.
مهم انا يلا جيت من السوق دابا انا وماما هنايا حطيت داكشي اللي تقديت وغنبدا لكم برئيسه المشوار اللي هي هاد البيجامه هادي. حمقوني الصراحه باقا غنرجع نجيب الالوان ديالهم واخا هما راه ديال الصيف والصيف بدا كيمشي ولكن عجبني هاد اللون هذا اللي هنايا في لافوتو عجبوني شي الوان اخرين. المهم انا خديتها هنايا في الغوج بحال هكا. واحد شويه دوش بدلت عليا فريمون عييت بداك التخمال وديك الروينه وهذه وباقي لي واحد البيت بيت ماما خصني غدا نتبلى به. المهم دوشت جمعت شي وكاكتي اخيرا ونطينات ما ناضوش ما عرفت كي داروا لبدو. المهم قديت شويه درنا بالحاله شويه بطبيعه الحال او ماي جاد. المهم غير شويه شويه درنا بالحاله وجبت معايا كاطو وغادي نحتفلوا بجوج ديال المناسبات. غنحتفلوا المناسبه الاولى هي يعني كيف ما كنعرفوا جميعا ان اليوم راس السنه الهجريه والمناسبه الثانيه غنحتفلوا بعد الدوله حيت حيد القبض الحمد لله وان شاء الله الشفاء العاجل يا ربي في مره ان شاء الله ويتمشى على جوج رجيلات ونجريو بطبيعه الحال. المهم ها نتوما معايا في الاستعدادات 1 2 3 ايه سمعتني كتشم كنشم راه جاتني العطسه انا جاتني العطسه وما بغيتش نعطس زعما يلا زيدوا اسك كاسان بارك شكون يقطع ماما ديري يدي كلكم كل جات انت خلي لي هذه اللي وسط راه يدي لي كبيره. جيو من هنايا من هنا. راه الا غتزر الحلو. كاسان باركي. كاسان باركي. كاسان باركي. ايوا كمل. ما عرفتش كي درت لها. صافي كيف ما درتي لها تنتي قسمي عليك لها قول لي كمل طاح. المهم انا حاولت نتقاسم معكم هنايا جميع يعني اللحظات اللي دوزناها في هذا الاحتفال هذا اللي كيف ما قلت لكم في الاول احتفلنا بجوج ديال الحوايج اللي هما السنه الهجريه ولا راس السنه الهجريه وفي نفس الوقت احتفلنا بعد الدوله حتى حيد القبض الحمد لله ولا كينقز تيك تيك النحله. المهم هذا ما كان وحاولت نتقاسم معكم كيف دوزنا العشيه ديالنا والنهار ديالنا كله واخا كان تمره في الصباح ديال الروتين ديال التخمال وبزاف ديال تمره في الدار يعني الانسان ضروري يخلق واحد شويه واحد المتنفس ديالو اولا واحد العالم ديالو صغيور ويدوز وقيته زوينه ويضحك لان الصراحه باش ديما تبقى هكاك في نفس الروتين وباش الانسان يبقى النهار كله غير هو في الشقه او في الخدمه على برا او في بزاف ديال الاشغال الحياه اللي كنتشغلوا بهم في حياتنا خاص ديما الانسان يخلق واحد العالم ديالو صغير اللي كيرتاح فيه اللي كينشط فيه اللي كتمشي فيه هذيك يعني الطاقه السلبيه كلها كنخويوها وكنعاودو ثاني ندخلوا الطاقه الايجابيه وكنعاودو ثاني نكونوا ايجابيين في حياتنا ونصبحوا الصباح عاوتاني ان شاء الله صباح اخر نهار اخر بطاقه جديده وطاقه ايجابيه كثيره وقويه اكثر من الاول. انا هذا هو المبدا باش كنعيش حياتي انني كل نهار كنحاول ننسى داكشي اللي دازت فيه
كنراجع بعض الامور اللي خاصني نصلحها في حياتي في الاواخر ديال النهار ديالي، ولكن في نفس الوقت فاش كنفيق الصباح كنسى داكشي اللي فات البارح، كنسى داكشي اللي داز كله خايب، كنبقى عاقله غير على الحوايج الايجابيه باش نكون ايجابيه عاوتاني في نهاري من اوله، وكنعيش حياتي بايجابيه الحمد لله، وديما الضحك والنشاط وديما ضاحكين. وهذا ما كان بالنسبه للحفل ديالنا اليوم احبابي. غنخلي لكم واحد شويه هنايا، كنت كنسرق الحلوه العادل. انا نخلي لكم واحد المقطع. مهم احنا سالينا وهانتوما معنا. بركم احبابكم، قلت لك ماما احبابك تاكليتي الحلوه كليناك واشي كلينا والو. ادخل لكم هاد السنه الهجريه بالصحه والسلامه باش ما تمنيش. احنا اليوم كيف ما قلت لكم في الاول احتفلنا بجوج ديال الحوايج، جوج مناسبات. المناسبه الاولى هي ان عادي الحمد لله حيد القبس، واخا هكاك ولا كيدير ديك تيك النحله ولا ترجيله وحده بعدا كتحرك الحمد لله. المناسبه الثانيه هي دخول السنه الهجريه ان شاء الله، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كنتمناو، ودوام الافراح والمسرات، والله يخلينا ديما مع بعضياتنا يا ربي، وفي امن وامان وهنا ان شاء الله، وتكبر القناه وتكبر عائلتنا. ومرحبا بكم، واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وديرونا لايك وتخليونا كومنتير زوين. ونهاركم ماما قالت لي كي كتقول لي نهاركم مبروك احبابي. المهم هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، وبالنسبه للفلوغ ديال اليوم دابا كنفلوغي لكم غير بالايفون حيتش الكاميرا طفيتها. هيا المهم تهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد واحداث جديده وفلوغ جديد ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في شي بلاصه اخرى ماشي الدار. طلعت لينا الدار في الراس، خصنا نخلاو في شي بلاصه اخرى ماشي الدار. طلعت لينا الدار في الراس، خصنا نخرجوا عادل، بغينا نمشيو شي بلاصه، بغينا نفلوغيو شي بلاصه، مابقيناش بغينا الدار، طلعت لنا في الراس.